Définition d'une fondation. تعريف الأساس. يعرف الأساس على أنه الجزء المتواجد أسفل قاعدة البناء في تماس مع التربة، والذي تنقل إليه جميع الحمولات الموجودة في البناء، سواء كانت حمولات شاقولية أو أفقية أو مائلة. Charge verticale, charge horizontale ou bien charge oblique. Rôle d'une fondation. دور الأساس. يمكن تلخيص دور الأساس في النقطتين التاليتين. أولا، استقبال جميع الحمولات المتواجدة على مستوى البناء. ثانيا، نقل هذه الحمولات إلى التربة في ظروف جيدة مع المحافظة على استقرار البناء. تنبيه بسيط هو أن نصيب الأساس من الحمولات يختلف من أساس إلى آخر. Type de fondation. أنواع الأساسات. يمكن تمييز نوعين أساسيين من الأساسات. أساسات سطحية (fondation superficielle) وأساسات عميقة (fondation profonde). إذا اعتبرت التربة التالية وأنشأت فوقها بناء، فإذا كانت طبقة التربة القادرة على تحمل ثقل البناء متواجدة على عمق صغير، فهنا أنشئ أساس سطحي. أما إذا كانت الطبقة القادرة على تحمل ثقل البناء متواجدة على عمق كبير، فهنا أنشئ أساس عميق. لاحظ معي أن في الأساس السطحي تحويل ونقل الحمولة يتم بصورة مباشرة ما بين الأساس والتربة، بينما في الأساس العميق هناك وسيط هو الذي ينقل الحمولة من الأساس إلى التربة. بالنسبة لأنواع الأساسات السطحية، نميز الأنواع التالية. أولاً، الأساس النقطي أو الأساس المعزول سمال بونكتويل أو بيان سمال إيزولي. يوضع هذا الأساس تحت العمود لبوتو. ثانياً، الأساس الخطي أو الشريطي سمال لينيار أو بيان سمال فيلونت. نميز فيه نوعين من الأساسات، أساس مستمر تحت جدار حامل دونك سمال سومور، وأساس تحت مجموعة من الأعمدة سمال سوفيل دو بوتو. هذا النوع من الأساس نستعمله عندما يكون لدينا مجموعة من الأعمدة المسافة فيما بينها مسافة قصيرة، فبدل من إنشاء أساس منعزل لكل عمود يمكن أن نجمع هذه الأعمدة في أساس مشترك. ثالثا، الأساس المساحي أو الحصيرة la semelle surfacique ou bien le radis. وهذا الأساس يشمل كل قاعدة البناء. إذا أردنا أن ندرس تأثير نوع الأساس على شرط المقاومة،
لنعتبر أن S1 هي مساحة الأساس النقطي، S2 مساحة الأساس الخطي، و S3 مساحة الأساس الحصيري أو المساحي. إذا لدينا S1 أصغر من S2 و S2 أصغر من S3. بالنسبة لإجهاد ناظمي، فإن مقدار الإجهاد يعطى بالعلاقة F على S، أي القوة على المساحة. وبالتالي سنجد أن الإجهاد المطبق في الأساس المنعزل سيكون أكبر من الإجهاد المطبق في الأساس الخطي، ويكون أكبر من الإجهاد المطبق في الأساس المساحي. وبالتالي كلما انتقلنا من أساس منعزل إلى أساس مساحي تزداد المساحة، واحتمال أن شرط المقاومة يتحقق يصبح أكبر. أقدم هنا بعض أشكال الأساسات الأكثر شيوعاً. الأساس المنعزل الهرمي على شكل هرم، قد يكون مربع أو مستطيل أو دائرة. الأساس المنعزل البسيط باتا سامبل. الأساس التوأم سمال جملي بالنسبة لحمولتين متساويتين، وأساس التوأم بالنسبة لحمولتين مختلفتين. هناك ما يعرف بلا سمال إكسنتري، وهذا النوع من الأساس نستعمله عموما عندما نكون محصورين بملكية الغير، لا يمكن إنجاز أساس داخل ملكية شخص آخر. الإشكال في هذا النوع من الأساس أنه غير مستقر ومعرض للانقلاب. حتى نتجنب هذا المشكل لابد من ربط هذا الأساس بأساس آخر باستعمال ما يعرف برافدة التقويم بوتر دو رودريسمون. قد يتساءل طالب لماذا لا نستعمل هذا الشكل من الأساس، أي لماذا لا نضع العمود مباشرة على التربة ونلجأ إلى شكل آخر يكمن في توسيع قاعدة اتصال العمود بالتربة. المشكل يكمن فيما يعرف بإشكالية الخرز، البروبليم دو بواسونمون. لتبيان هذا المشكل، لنفترض أنني قمت بالضغط بواسطة ممحات السبورة على يد طالب معين، ففي هذه الحالة يحدث شيء على اعتبار أن حمولة الممحات عبارة عن حمولة موزعة بانتظام. ولكن إذا قمت بالضغط على يد الطالب المسكين باستعمال القلم، فهنا سيحدث ما يعرف بالخرز. إذن بسرعة ما أي حمولة تكون مركزة كبيرة بطبيعة الحال قد تسبب إشكال الخرز، البروبلام دو بوسون. ومن أجل تجنب هذا الإشكال لابد من توسيع قاعدة الاتصال. Les fondations profondes. بالنسبة للأساسات العميقة نميز نوعين من الأساسات العميقة. أساس عميق فوق بئر، نستعمل مصطلح بئر لأننا خلال عملية حفر، الحفرة تشبه البئر. إذن سي دي فونداسيون بروفوند سور بوي. النوع الثاني سي لا فونداسيون بروفوند سور بيو، الأساس العميق فوق الخوازق. نقطة الاشتراك ما بين الأساسين
هي أنهما يستعملان وسيط لنقل الحمولة إلى التربة، فالعمود في حالة السمال بروفوند سور بوي، والخوازق في حالة السمال بروفوند سور بيو. نقطة الاختلاف تكمن أن في الحالة الأولى العمق صغير نسبيا، بينما في الحالة الثانية فهذا النوع من الأساس يسمح بأعماق كبيرة. ملاحظة، في بعض المراجع تسمى السمال بروفوند سور بوي على أنها سمال سمي بروفوند، أي شبه عميقة. أساس البير، في هذا النوع من الأساس الحمولة تنقل عبر وسيط، فبدل من توزيع الحمولة على طبقة غير قادرة على تحمل البناء، نعتمد على العمود لإنزال هذه الحمولة إلى الطبقة القادرة على تحمل البناء، وهنا تتم عملية نقل الحمولات. لاحظ معي أن قاعدة العمود قد تم توسيعها على ما يعرف بقدم الفيل، la patte d'éléphant، وهذا من أجل التقليل من الإجهاد المطبق على التربة وتجنب ظاهرة الخرس، le poisson. بالنسبة لأساس الخوازق، بدل من نقل الحمولة وتوزيعها على طبقة غير قادرة على تحمل البناء، اعتمادا على الخوازق ننزل هذه الحمولة إلى الطبقة القادرة على تحمل ثقل البناء. خوازق الأساسات يمكن أن تصنع من مواد مختلفة. لدينا خوازق معدنية بيو ميتاليك، خوازق مصنوعة من الخرسانة المسلحة بيو أون بيتون أرمي، خوازق مصنوعة من الخرسانة المسبقة الإجهاد بيتون بري كونترين، وخوازق خشبية، وإن كان هذا النوع الأخير تقريبا اليوم أصبح غير مستعمل. بصورة عامة الخوازق يمكن أن تكون مسبوقة الإنجاز، دونك سي بري فابيكي، ويمكن أن تصنع في الموقع. بالنسبة لأنواع الخوازق، يمكن نميز الخوازق المرصوصة لي بيو باتو، هي عبارة عن خوازق مسبقة الإنجاز بريفابيكي، نقوم بعملية الرص لغرسها داخل التربة. النوع الثاني هي الخوازق المصنوعة في الموقع. المراحل العامة لإنجاز هذا النوع من الخوازق، لدينا عملية الحفر، إدراج التسليح، صب الخرسانة للحصول على الشكل النهائي للخوازق. يمكن تمييز ثلاث طرق لتشغيل الخوازق. الطريقة الأولى هي ليفي دو بوينت، حيث أننا نقوم برص الخوازق إلى أن تصل إلى الطبقة الأرضية الصلبة. الطريقة الثانية هي تواجد الاحتكاك ما بين أسطح الخوازق والتربة، حيث تقوم بالتقليل وإعدام الإجهاد الناتج من حمولة الأساس. الطريقة الثالثة هي طريقة مختلطة تجمع ما بين الطريقة الأولى لفي دو بوينت والطريقة الثانية لفروتمون. لتجنب الأثر السلبي للجليد على الخرسانة، هناك حد أدنى من العمق يجب توفيره بالنسبة للخرسانة. هذا العمق هو بدلالة تأثير درجة البرودة.
فمثلا إذا كان درجة البرودة في حدود ناقص 5 درجة مئوية، فالحد الأدنى من العمق الواجب توفيره بالنسبة للأساس هو 50 سنتيمتر. إذا كان البناء على مستوى منحدر، فالميل ما بين أساسين لا يجب أن يتعدى المقدار 2/3. ليتاسمون، إذا أنشأنا بناء فوق أرضية فتحت تأثير هذا البناء سنسجل هبوط في التربة، فإذا كان هذا الهبوط بمقدار متساوي تحت قاعدة البناء يسمى بالهبوط الكلي، لو تاسمون توتال. عموما إذا كان المقدار صغيرا فهذا النوع من الهبوط لا يسبب مشاكل بالنسبة للبناء. أما إذا كان أثناء إنجاز البناء فالهبوط كان بطريقة غير متساوية، هبوط تفاضلي أو ما يعرف بلو تاسمون ديفيرونسيال، على اعتبار أن قاعدة البناء هي قاعدة صلبة وليست مرنة، فإن وجود هذا النوع من الهبوط يمكن أن يسبب مشاكل في البناء. مسببات الهبوط التفاضلي كثيرة ومتعددة، نذكر البعض منها. أولا وجود بناء بأثقال مختلفة، هناك بناء كبير وبناء صغير، فحتى لو كانت الأرضية متجانسة فسيحدث هناك هبوط تفاضلي بسبب الاختلاف في الحمولات. الحالة الثانية، البناء له نفس الحمولة ولكن الأرضية غير متجانسة، مثلا تربة رقم 1 وتربة رقم 2. الحالة الثالثة، نفس البناء ولكن هناك بناء أنجز في فترة معينة وبناء أنجز في فترة أخرى، فسيحدث هنا أيضا هبوط تفاضلي. الحالة الرابعة هي استعمال أنظمة مختلفة من الأساسات. الحالة الخامسة هي البناء على الردم ذو سمك مختلف كثيرا، السمك رقم 1 والسمك أو العمق رقم 2. الحالة الأخيرة هي عدم احترام قاعدة 2/3، قاعدة الميلان. جوان دو ديلاتاسيون، العناصر المكونة للبناء تتعرض إلى تمدد بسبب الحرارة. هذا التمدد يتعلق بطبيعة المادة، بدرجة الحرارة وكذا بطول العنصر. إذن هناك تمدد في الاتجاه الأفقي. حتى نتجنب وجود إجهاد إضافي على البناء ندرج ما يعرف بفاصل التمدد. ميزة فاصل التمدد أنه لا يقطع الأساس، على اعتبار أن الإشكال مطروح على مستوى الطبقة العليا للبناء، البنية الفوقية وليس البنية التحتية. جوان دو ريبتور، إذا كان هناك اختلاف بين التصرف الشاقولي للبناء هنا يجب إدراج ما يعرف بفاصل الانكسار، جوان دو ريبتور، وهذا الفاصل لابد أن يقطع الأساس. أسباب استعمال هذا الفاصل كثيرة، نذكر منها مثلا بناء كبير وبجوار بناء صغير،
وهنا يجب أن ندرج فاصل الانكسار حتى نسمح للبناء الكبير أن يهبط بمقدار ما، وللبناء الأصغر أن يهبط بمقدار آخر يناسبه. ملاحظة مهمة جدا هي أن فاصل الانكسار يمكن أن يلعب دور فاصل التمدد، ولكن العكس غير صحيح، أي أن فاصل التمدد لا يلعب دور فاصل الانكسار.